قبل ما ندخل ونكمل كلامنا، معانا دلوقتي مداخلة مع أحد الأسماء المميزة في الزمالك، ويعني من الناس اللي أنا بحبهم وشايف إن إن شاء الله يكون له مستقبل كبير في التدريب المصري، أخويا العزيز أمير عزمي مجاهد. أهلا بيك يا كابتن أمير، ومنورنا في زملكاوي. حبيبي يا شادي، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم عليك يا حبيبي وعلى الأسرة. الله أكرم يا حبيب قلبي، أنت أخبارك إيه؟ كل أمورك تمام؟ كله زي الفل الحمد سعيد؟ لله. رمضان سعيد عليك ولا لسه زعلان؟ يعني زعلان طبعا من غير والدي، طبعا تاني رمضان من غير والدي، ف يعني الواحد بيحاول، بس طبعا الموضوع صعب، بس ربنا يرحمه يعني، ربنا الواحد يصبرك يا بيحاول على حبيبي، قد ما يقدر يعني، بس رب ربنا يعني أكيد يصبرك. كل رمضان بيجي بيبقى بيتصعب الموضوع على الواحد يعني. صحيح. طيب، شايف ماتش الزمالك وفاركو بكرة ازاي؟ خصوصا انه في مباراة في مكاس الرابطة انتهت بين الاثنين، يعني الزمالك وفاركو، انتهت بفوز فاركو. هل شايف ان دي هيكون ليها اثر نفسي عند فاركو مثلا، ولا الامور لا مش هيكون في اي اسباب لاي امور اخرى؟ لا يعني بص، دي كانت بطولة ودية، والدوري حاجة والماتشات الودية حاجة. أنا شايف صعوبة المباراة بكرة من على الدكة، يعني أنت عارف المدير الفني طبعا بفاركو اللي هو نونو، اللي هو كان مساعد فيريرا، فبرضه أنا شايف اللي برضه الراجل اشتغل معاه كتير، اشتغل معاه هنا واشتغل معاه في قطر في السد، فهي تعتبر مدرسة واحدة أو مدرسة قريبة لبعض، فأنا شايف بكرة الصعوبة هتبقى من بره الخطوط. صحيح. لكن اللي احنا لو نقول اللي فاركو فاز قبل كده الزمالك مثلا في مباراه وديه او كاس الرابطه، لا شايف اللي كان فيه غيابات كتير طبعا عن نادي الزمالك في المباراه دي. هي بطوله في الاول والاخر كانت وديه، لكن مباراه بكره مباراه مهمه اكيد لنادي الزمالك، مباراه انت عايز تكمل في سلسله الانتصارات الاخيره، صحيح. مهم جدا يا شادي في الفتره دي. يعني ممكن الاداء مباراة بيراميدز أداء كان كويس، المباراة اللي بعديها المقاصة ما كانش بالصورة المطلوبة، بس برضه زي ما قلت لك المهم لو عايز الفوز. تكسب بطولة صحيح. تجمع نقاط. أنت عندك طبعا نقص بكرة أشرف بن شرقي طبعا مش موجود، صحيح. فبرضه أنا شايف إن أشرف الفترة الأخيرة خاصة من مباراة بيراميدز بيأدي بشكل كويس. هي بس القصة كلها شادي اللي النادي عندنا اللي الزمالك بيعاني منه، اللي أنت عندك السكواد محدود، وطبعا انت عارف اللي هو بسبب الايقاف في ايقاف الكورونا، القيد. مع ضغط المباريات، انت يعني اول امبارح لاعب بكره هتلعب، فضغط مباريات رهيب على الفرق كلها، بس على الزمالك اكتر زي ما قلت لك، اللي انت عندك في بعض المراكز لا قدر الله لما بيحصل نقص ما صحيح. بتلاقيش ممكن البديل بنفس القيمه الجودة. بتاعه اللعيب الاساسي، صحيح. فهذه مشكله، لكن ربنا يكون في عونهم طبعا، في عون اللعيبه. ضغط المباريات رهيب جدا، بتلعب برضه في رمضان، بتلعب بعد الفطار، وبعد كده بيبقى فيه اصلا اليوم بيبقى متشقلب للعيب، فيعني عايز الناس بس تعذر او الجمهور يعذر الضغط المباريات اللي اللعيبه فيه، لكن مهم جدا اللي انت بكره تحاول تخلص الماتش بدري. خلي بالك فرقه فاركو مميزه في الضربات الثابته، عندهم رامي صبري، عندهم مودي اللي هو احمد عبد العزيز، صحيح. عندهم عبد الله بكري، الثلاثه اللي بيلعبوا ورا مميزين جدا في الضربات الركنيه او الكور الثابته. الحاجات التانية هما بيلعبوا على طول لعبهم اللي هما بيحاولوا يجمعوا لعب من ورا عشان يحطوا الكورة على المساحات الفاضية في ظهر الباكات الفرق اللي بتلعب قدام، فلازم يبقى بكرة في حذر في القصة دي. وزي ما قلت لك كل ما المباراة بتخلص بدري يا شادي، أو كل ما بتجيب هدف بدري، كل ما الأمور بتتسهل، لكن كل ما المباراة بتمشي 0-0 بيبقى الموضوع صعب شوية، أو بيتصعب طبعا. بالظبط بيبقى صعب. صحيح. لكن إن شاء الله بإذن الله الفرقة بكرة تكمل سلسلة الانتصارات. وخلي بالك في نقطة مهمة يا شادي، اتفضل. انت في الفرق بينك وبين النادي الاهلي 3 بوينت، ده في حال لكن انت فوز برضو الاهلي في لو الماتش ربنا المتبقي كرمك يعني. بكرة انت هتبقى اول الدوري، بغض النظر لو احنا نبص معنويا بتفرق جدا طبعا. مع اللعيبة نفسيا. انا عايز اسيب برضه يا شادي بصراحة برضه بالمدير الفني طبعا فيريرا، اللي الفرقة بقى ليها شكل حتى في التنظيم الدفاعي، يعني احنا برضه في طبعا بعض الهفوات او بعض الثغرات بتحصل، وده شفناها حتى في المباراة الأخيرة مباراة المقاصة رغم النقص العددي، لكن برضه تحس ان في ثبات في الجزء الدفاعي كويس، في تقارب في الخطوط كويس جدا. فنتمنى بكرة ان شاء الله بإذن الله اللعيبة تبقى في يومها بإذن الله، وده مهم جدا للاعيب الكورة اللي يبقى في يوم المباراة، فمهم جدا ان شاء الله بكرة بإذن الله 3 بوينت،
هيفرقوا، زي ما قلت لك هيحطوك هتبقى اول الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن امير، شايف مين اللي يعني يدخل مكان اشرف بن شرقي في المباراتين، سواء قصاد فاركو او الاتحاد السكندري، باعتباره هي يعني خد ايقاف مباراتين بسبب الطرد في ماتش المقص؟ يعني بص، هو انا بس عشان انا ما كنتش بصيت على القائمه وانت بتقراها، هو فتوح في القائمه يا شادي. فتوح في القائمه. يعني بص، انا شايف ان بكره ممكن تستغل في شيء الحته دي، ممكن تستغل عبد الشافي وتحطه قدام فتوح برضه، يعني لو جابها من ناحيه الشمال. فانا شايف اللي انا شايف يا اما سيسي يا اما اللي فتوح لعبه قبل كده، اللي هو يلعب قدام عبد الشافي، اللي انت برضه بتعمل جبهه ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت اللي انت عندك راس حربه زي عمر السعيد محتاج عرضيات كتير، فانت برضه ما بتشتغل اتنين برجليهم الشمال من ناحيه الشمال، هتقدر تعمل ثغرات في فرقه فاركو، هتقدر توصل وتعمل كورسات كتير. بس هو رزاق سيسي مش موجود في القايمه. مين؟ رزاق. رزاق موجود؟ لا. يبقى انا شايف، انا بقول لك يبقى طالما رزاق مش موجود، انا شايف اللي اقرب واحد يبقى فتوح، اللي هو يبقى في الحته دي هيقدر زي ما قلت لك هيشتغل. وهو خلي بالك برضه فتوح مميز، اللي هو يعني فتوح ممكن تقدر تلعبه الحته دي، ولعبها كتير السنه اللي فاتت هو وعبد الشافي في السنه اللي خدنا فيها الدوري. فاتمنى اللي يبقى ممكن فتوح بكره يشتغل كويس في الحته دي. وبرضه ممكن يعني برضه ده كان اوبشن برضه، ويمكن احنا كنا اتكلمت فيه قبل كده وانا موجود في الجهاز، اللي سيف الدين الجزيري لو تفتكر في المقاولين كان وطنطا بيلعب جناح. كان بيلعب جناح بالظبط كده، وعنده سرعات برضه، فممكن برضه تستغل ان الراجل ده بيعرف يلعبها كويس. فانا شايف اللي ممكن سيف الدين الجزيري، بس ممكن هيكون صعب شويه، اللي هو برضه راجع من اصابه بقاله فتره، فممكن نقول اللي فتوح يبقى انسب واحد في الحته دي طب قدام. هل فتوح ولا اسلام جابر؟ باعتبار اسلام رجله في الملعب اكتر، فتوح كان غايب بص، هو ماتشين. اسلام جابر بيأدي بشكل كويس يا شادي، بس انا اتمنى ان اسلام، انا حتى ماتش بيراميدز لما اسلام نزل كان كويس جدا، لما بيلعب ناحيه اليمين اللي هو مكانه الاساسي، اللي هو كان بيلعب فيه في الداخليه وبيلعب فيه في المقصه، اللي هو هاف رايت. ولما راح منتخب مصر لو تفتكر مع الجيري، اما لعب معاه مباراه نيجيريا الوديه صحيح. كان بيلعب هاف رايت. فخلي بالك اسلام بيأدي في الحته دي كويس، وممكن يمكن الراجل برضه استخدمه الماتش اللي فات. لكن برضه خلي بالك فتوح دي مش بعيده في يعني فتوح يمكن غيابه كان مباراتين، وخلي بالك رغم اللي هو كان راجع طبعا من تلاحم مباريات الامم الافريقيه وتصفيات كاس عالم، صحيح. مش بعيد يعني، مش اللي هو قاعد شهر، انت فاهم. لكن برضه الاجانب، انا ممكن برضه بتفق معاك ان الاجانب ممكن بيميل شويه للي رجله في الملعب او اللي نهري، فممكن برضه نشوف اسلام جابر في الحته دي. فانا شايف اللي ممكن، يعني انت عندك حلول كتير، بس انا كواحد زملكاوي او واحد مشجع، اتمنى اللي فتوح ممكن يتحط في الحته دي هيأدي بشكل كويس.